أكد رئيس حكومة إقليم كردستان جرفان بارزاني أكد استمرار المحادثات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وذلك لحسم جميع الملفات المتعلقة بالمنافذ الحدودية ومطارات الإقليم. إن المحادثات الأخيرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية أدت إلى حل بعض المشكلات المتعلقة بالمنافذ الحدودية والجمارك والتجارة الدولية في إطار الدستور، وهناك محادثات ومحاولات مستمرة من الجانبين لحل جميع المشكلات في هذا المجال وإيجاد حلول نهائية لهذا الملف.